الساعة 7:30 بطلع من شغلي برجع الساعة 3-4 على بيتي، بطلع على الريف على التغيخة على الكسرة على السوافي، يعني شو بترزق الله، مهم نعيش، بس الأمور صعبة كثير يعني، خاصة ضيقة مالية اليوم العالم يا الله حصير رقبة الخبز، يعني الحركة صايرة قليلة عدم كثير، وكل نهار جهد عضل هل بالشيت يعني بيجي على البيت تلفان خالص، يعني عم لاقي صعبة كثير كثير، خاصة إنه عم يطلع على الجسم القديم على الطريق بعيد مشوار ياكل معي ساعة روح وساعة رجعة، وشمس وتعب كثير وحياة الله يكون بالعون، والمصروف غالي والحياة صار كثير تعيسة، وعندي عيلة بدها تاكل، وبدي مضطر يعني مجبور اشتغل كثير، ما اجباري مفروض